وهلا يوم راح يصير اجتماع يختارون به الصيغه ونروح بها للاخ الكبير للاطار، نقول لهم يا جماعه الخير تفضلوا هاي اتفاقنا، اعلنوا نريد جلسه ويحسم الامر هذا الشهر. هذا الشهر باذن الله خلال ثلاث الشهر يحسم الامر. وبالمناسبه الاخوه بالاطار ايضا اجتهم حكايه بسببنا. صحيح. بس شوف العالم شلون يحكون على بالاطار ماخذين الرئاسه من السنه ومهمشين السنه، وطالع لي واحد لابس لي عقاله اعوج يدور لي اقليم سني ويطلع هذا والله انتم مهمشين. عم الاطار ما لهم دخل، الخلل بينا احنا، من اعترف بذنبه فلا ذنب له. احنا الخطا بينا والاطار ده يركض ويانا بايده ورجله. انتم انتم بجماعه السياده لو بجماعه التقدم بس بالكتل السنيه كلها الاخوه بتقدم، خلينا نحكيها بصراحه. الاخوه بتقدم متمسكين الى ابعد حد بالفتره راحت. والاخ سالم العيساوي ويد السيد النائب قلنا له انسحب، قال ما انسحب، هذا حقي الدستوري وانا نائب امثل الشعب العراقي والقانون يقول من ترشح انا اذا انسحب براتي تفرضون عليه ما انسحب تمام ولا سياده. صحيح.